السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شبرا وأنت بتشوف قناة الصف والواد العطور. أوقات ممكن يكون العطر يكون سبب في النجاح بتاعك. الحقيقة طيب، سبب إزاي في النجاح بتاعك؟ العطر طبعا بيرسل إشارات للمخ، للجهاز العصبي في المخ، بيديله هدوء. طبعا الهدوء ده مرتبط بالأفكار اللي بتجيلك، مرتبط بحالتك النفسية، لذلك العطر يعتبر سبب أساسي من النجاح بتاعك، من الأفكار اللي بتتولد. لما تحب إن أنت تستخدم تفكر لفكرة معينة لازم تستخدم عطر يكون هادي، بيضيف إضافة مهمة جدا كمان للمشاعر والأحاسيس عندك. علشان كده اخترنا لك عطر مميز من براند مميز بالفعل، هو عطر بلوك نعم من عبد الصمد القرشي. الحقيقة عبد الصمد القرشي ليه طبعا باع كبير جدا في العطور، مميز في الأدهان وكمان مميز في العطور بتاعته. بلوك نعم من عبد الصمد القرشي نوتات عطرية مختلفة هادية في نفس الوقت مميزة جدا، تعتبر من أفضل أنواع العطور. طيب أفضل أنواع العطور ليه؟ بالنسبة للقاعدة العطرية هنشوف دهن العود المعتق. طبعا المعتق بالنسبة لعبد الصمد القرشي هو إضافة مهمة، لأن عبد الصمد القرشي بيزرع مساحات كبيرة جدا زي ما اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده على في الهند. طبعا بيكون عود مخصص جدا لعبد الصمد القرشي، طبعا عارفين طبعا أجمل ليه مساحات كبيرة جدا في الهند، بيتم طبعا استخراجها هو عبد الصمد القرشي من مزارع الهند. طيب هنا دهن، إضافة دهن العود المعتق في بلوك نام الحقيقة بتديله إضافة مهمة جدا، وكمان مش ليس فقط دهن العود المعتق في القاعدة العطرية، ولكن هنشوف كمان وسط العطر في زهرة من الزهور مميزة جدا، جذور السوسن. جذور السوسن تعتبر من أغلى أنواع الزهور، فعلا بيكون مميز جدا في العطر، بيدي إضافة وثبات مهم جدا كمان للعطر. مقدمة العطر الكشمش الأسود. الكشمش الأسود طبعا كلنا عارفين وشفناه في عطور عبد الصمد القرشي قبل كده، وكمان في براندات تانية. لو أنت أول مرة تشرفني سعدني إن أنت تنضم إلينا، وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة عن العطور. طيب بالنسبة لدهن العود، دهن العود ليه طبعا طريقة خاصة بالنسبة للطبخ بتاع دهن العود، وطريقة الطبخ بتفرق في كمان في الريحة، وبتفرق في الثبات، وبتفرق كمان في جودة دهن العود معاك. طبعا دهن العود عند عبد الصمد القرشي هو طبعا بيستخدمه لطريقتين، والطريقة الأكتر وهتلاقيها الأكتر انتشارا الأكتر كمان موجودة عند عبد الصمد، اللي هي طريقة الحطب. طريقة الحطب بعد قطع الأشجار، بعد تنظيفها، بعد المراحل دي كلها، بيتم ترقيدها في مية. طبعا ترقيدها في مية، في جراد المية بتكون موجود فيها أو براميل كبيرة مية. بعد الترقيد بيتم عملية فصل، يا إما إضافتها بعد يومين أو 3 أيام، وهنا الأيام بتفرق جدا في عملية التخمير. دي اسمها عملية التخمير، بتفرق جدا في عملية التخمير، سواء هو هيخمرها لفترة كبيرة توصل لشهر، وده التخمير بتاعها بديها دهن عود وتحس ان هو سويتي، ريحة سويتية. وكمان في دهن عود لو هو متخمرش، يعني ما عادش فترة في التخمير، بتحس بحدية دهن العود بتكون موجودة فيه. عوامل كتيرة بتدخل فيها. طيب بعد ما بتحط في القدر، بيتم توليع النار عليه او اشعال النار عليه، طبعا بيوصل لأسابيع، بيوصل ل 15 يوم، فده طبعا بيكون شيء مرهق جدا، وكمان عمالة كتير بتكون في حركة العملية دي. فدي الطريقة الأقدم بالنسبة لدهن العود وترقيد دهن العود وطبخ دهن العود. الطريقة الحديثة اللي هو طبعا بيتم استخدام الغاز فيها، وطريقة الغاز الحقيقة ما بتكونش، طيب طريقة الغاز فعلا ما بتكونش مميزة جدا، يعني مش أفضل شيء، لا طريقة الحطب هي الأفضل وكمان التميز بتاعها. طيب بعد استخراج دهن العود بطريقة الحطب زي ما اتفقنا، دهن العود ده بيتم استخراج منه الرطوبة اللي بتكون موجود فيها. طبعا احنا قلنا في البداية في عملية الترقيد بيكون مرقد طبعا في المية، بيكون إضافة ماء، الماء فيه بتديله رطوبة في الفترات بتاعة التخمير بتاعه، وبعد استخراج الدهن منه وفصل الدهن طبعا عن الأخشاب خالص، بيتبقى فيه رطوبة. الرطوبة دي بنحب إن احنا نشيلها، علشان الرطوبة دي بتأثر على جودة دهن العود في فترات.
فبالتالي عشان نزع الرطوبة منه كان الأول كان بيتم تعتيق دهن العود في أماكن مظلمة وكمان في تحت الأرض ممكن، ويعني الضوء ما بيشوفهاش لفترات طويلة جدا. طبعا بعد ما تفتحها بتطلع كل الشوائب اللي بتكون موجودة فيها. ده الطريقة القديمة، لكن الطريقة الحديثة دلوقتي في طرق حديثة جدا بتستخرج الرطوبة دي منها، بتفتحها بتخرج كل الروائح الغريبة الموجودة فيها، بتبقى معاك دهن العود بصفاء وبنقاء، بدهن العود البيور. طبعا واحنا قلنا اصلا دهن العود بيكون معتق لعدد من السنين، في ناس طبعا بتستخدم الطريقتين مع بعض، بتستخرج منه الرطوبة الاول وبعد كده بيتم غلقه في اماكن مظلمة لفترات طويلة تصل الى سنين، 10 سنين، 15 سنة، بعد كده بيستخدم دهن العود. طيب هو بيفرق؟ الحقيقة ان لو استخدمت انت دهن العود المعتق بيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا، كمان يعني ثباته بوصل معاك لأيام، على الملابس كمان بوصل معاك لأكتر من أسبوع وأسبوعين، بوصل معاك على الملابس. الحقيقة بتكون إضافة مهمة جدا، بتكون إضافة مهمة جدا جدا كمان للعطر بتاعك، وده بيفرق معاك كتير، معاك جدا في استخدامك لدهن العود وللعطر نفسه بشكل عام. طيب لا كمان ما تنساش، لو انت حابب ان انت تحصل على عطر باذن الله هسيب لك رابط اسفل الفيديو منه على طول، تقدر تحصل على خصومات وعروضات وتسجيلك معانا. كمان لو ليك اي كومنت سيب لنا رايك في الكومنتات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.